مرحبا اصدقائي، معكم ياسين. قبل رجعت لكم مقطع جديد، وبهذا المقطع جبت لكم مخططات اسطورية حربية للتاون هول ليفل 14، وانا انتقيت لكم 5 مخططات من النخبة يا غوالة. يعني في فيديو اليوم انتم راح تشوفوا مخططات، يعني عددها مثل عادي 5، بس هاي المخططات يعني كل واحد فيها عن 100 مخطط، لانه بصراحة يعني حاولت انا انقي لكم افضل الشيء للحرب. مثل بتعرفوا هلا، يعني اكيد بعد مرور فترة من نزول هالتاون هول اللي هو الليفل 14 الجديد، فيعني صار العالم عنده مهارة كتير بعملية الاراضي الحربية، لانه اصلا هاي الشيء اللي بهمني يا صديقي اسا اكتر من حفظ الموارد وهالشغلات. فلك بي يعني هلا انت قدر تلاقي مخططات كتير كويسة فعلا للحرب، يعني مو لحفظ الموارد اسا، بجوز بالمستقبل القريب، بس للحرب فعلا انت اذا دورت صديقي بتلاقي عالم عاملين انجازات عظيمة فيها. فلك انا جمعت لكم هالانجازات هاي، ويعني نحن بدنا نشوفها بدي اليوم. لا تنسى يا صديقي انه رابط نسخ بتلاقيها تحت الوصف، اي مخطط بيعجبك منين بس كبس على رابط النسخ تبعه، وبالنسخة عندك لعبة كلاش اوف كلانز بدون اي مشاكل ان شاء الله. ويلا خليكم مع المقطع. خلونا ننتقل للمخطط رقم 1. مثل ما كنت شايفين يا اساطير، هون عنا التاون هول، هون عنا كمان الكناس الجوي واللي هو بيشتغل عكسك يا صديقي اذا انت هجمت من عند التاون هول، وهي حركه كمان كتير حلوه، ويعني بتوتر المهاجم كتير، لانه مثل ما انك شايف يا صديقي هون عندك مدفعيه نصر صار على الطرف كمان، فانت بهالحاله بدك تحاول تعمل هجمه واسعه مشان تشمل مدفعيه نصر، لانه يعني لازم تدمرها كونه هي واحد من اقوى الدفاعات يعني بهيك تاون هول اللي هو التاون هول المعكس. يعني هي اذا ما كانت اقوى دفاع اصلا، المنجنيق قوي كمان، بس مدفعية نصر كتير دفاع خارق وجبار يا غوالي، فيعني فعلا لازم انت تدمره يا صديقي والا بتخسر الهجمة، يعني هاي الشيء مؤكد. وعندك كمان التاون هول بتعطيك نجمة، والتاون هول اصلا بهيك مستوى قادرة تدافع عن حالها، فانت كمان لازم تعمل يعني على تدمير التاون هول، فانت بدك تحاول تدمر انت سوا، بس مثل ما انك ملاحظ اني بعد شوي عن بعض واثنيناتن تقريبا على الطرف فيك تقول، فلكن انت راح تحاول تشملين بهجمة وحدة وتكون هاي الهجمة منتشرة يعني، فهون انت بتكون يعني وقعت بالغلطة اللي هو بده اياك مصمم الخريطة هذه او التصميم هذا يعني انك توقع فيها، لانه مثل ما انك شايف يا صديقي انت هلا وزعت قواتك، فبالتالي يعني كل الدفاعات صار قادرة تمسك لك يعني جندي او جنديين او ثلاثة حتى يعني، وتركز لك عليهم تركيز كامل من جنودك، فبالتالي يعني هذول ثلاث جنود بيموتوا بينتقلوا الدفاعات على الجنود اللي بعده على الصف الثاني، فبالتالي كمان صفك الثاني بيموت، يعني هيك كثير في دفاعات ما تضرب لك جندي واحد، عرفت كيف؟ فلهيك يعني هالشيء كثير ملبك لك، واصلا انت صعب تفوز بهيك حاله. ولسه يعني فوق كل هذا عندك هاي الاراضي البعيده يعني عن التاون هول عن مدفعيه نصر سوا، فهي انت يعني كلها ما حسبت حسابها، انت لسه جيشك اصلا بعيد كثير عنا، فيعني اكيد ما راح تمسح هيك تصميم بعد كل هالتكتيكات يعني والخطط اللي انت عملتها. لنفرض يا صديقي انك هجمت من عند التاون هول بس، او من عند مدفعيه نصر بس، فبهي الحاله يعني انت بتكون بعدت عن الشيء المقابل الى مثلا هجمت من عند التاون هول فبعدت عن مدفعيه نصر وصارت تضرب لك جنودك، فبالتالي انت خسرت المعركه. اما اذا هجمت من عند مدفعيه نصر فبالتالي انت دمرتها فعلا، بس انت نسيت تدمر التاون هول، وبهي الحاله بجوز تجيب نجمه وحده حتى، لانه هيك راح تبعد عن التاون هول، والتاون هول يعني اصلا فيها تدافع عن حالها، ولسه عندك كثير دفاعات بالطريق، فبجوز ما تقدر تدمرها. هي الخطه المعتمده هذا التصميم. مخطط رقم 2، مثل ما كنت شايفين يا اساطير، هون عنا التاون هول بالمنتصف، وعنا مدفعيه نصر ساره على طرف شوي، وهي الحلو بهذا الموضوع عاملين لك فخ بمدفعيه نصر يا صديقي، يعني هذا التصميم فكرته مختلفه شوي عن الاول، عرفتوا كيف؟ لانه مثل ما انك شايف يعني التاون هول ما على الطرف مثل هذاك التصميم، فالشي رح يكون اصعب عليك، فمثل ما انك شايف يا صديقي يعني بهالحاله بدك تضطر كانك هيك انه تهجم من عند مدفعيه نصر بس، عرفت كيف؟ كانه يعني ما يجبرك فيك تقول، هي الفكره اللي بدي اوصل لك اياها، يعني تحس ما عندك هيك خيار فعال ثاني، عرفت كيف؟ فبالتالي انت يعني بتبلش هجمتك وفيك تقول يعني بتبلشها بنقطه كثير قريبه عم مدفعيه نصر، فبالتالي انت بتكون بهالحاله ممكن يعني تكون قربت على التاون هول، فبتفكر انت بينك وبين حالك انه هجمتك نجحت، وفعلا يعني اذا كنت لاعب محترف بتدمر التاون هول، فبهالحاله انت تقريبا جبت نجمتين يعني او اكثر، بس الفكره بالموضوع يا صديقي انك تمسح الارض.
مخطط رقم 3 مثل ما كنت شايفين هذا كمان مختلف عن مخطط رقم 2 ورقم 1 لانه هذا في خطة مدفعية نصر والتاون هول مثل ما كنت شايفين. يعني بهذا المخطط ما يهددوك يا بمدفعية نصر يا بالتاون هول يا صديقي. المخطط الثاني كان ما يهددوك بمدفعية نصر، بالمخطط الاول كانوا ما يهددوك فيهن اثنيناتهم سوا، عرفت كيف؟ يعني هوني في خطة بالموضوع، بس هذا المخطط الثلاثي يعني كتير حلو لانه يا صديقي مثل ما انك شايف المنتصف فيه المنطقة المميتة فيه، وهي المنطقة يعني اللي انت ما راح تكون حاسب حسابها، راح يكون همك تدمر يا مدفعية نصر يا التاون هول. فبتتفاجأ بوجود هذا العدد يعني الهائل من التسلا، كل هالدفاعات كل هالافخاخ. لاحظ لي يا صديقي انت بس الافخاخ يعني، واللي هي التسلا من ضمنين اكيد لانه مخفي يعني ما بيشوف المهاجم. فيا صديقي هاي الشيء كتير ملبك يعني، وهذا التصميم خادع كمان، فلهيك ما راح نحكي عنه كتير. مثل ما كنت شايفين المخطط رقم 4 كمان ما رح نقدر كتير نحكي عنه، ان هي التصاميم خادعة كتير يا غوالي، وهي مختلفة عن بعضها بس كلها ما تعتمد نفس المبدأ انه ضد المسح، عرفت كيف يا صديقي؟ بس هيك باساليب مختلفة يعني فيك تقول. فمثل ما انك شايف لاحظ لي القلابات اللي هنيك بهالمنطقة، القنابل اللي موحدين كل الافخاخ سوا، فهي المنطقة كمان كتير صعبة، او هي المناطق خلينا نقول كتير صعبة بدها تصير عليك يا صديقي، لانه في افخاخ يعني افخاخ قوية ولا يستهان فيه ومتجمعة كلها. واهم الشيء الخمسة تسلا تحت مثل ما كنت شايفين يا اساطير والحاميين من التاون هول بشكل ممتاز يعني. فهي اشياء كتير موترة بهي التصاميم، كل تصميم ما يتبع خطيته بس كل يعني ما يخلوك تمسح الارض. لاحظ لك كمان بالمخطط رقم 5 واللي هو واحد كمان من اقوى المخططات اللي شفت انا، لهيك نشرت لكم اياها. مثل ما كنت شايفين يا غوالي المخطط رقم 5 مثله مثل المخطط رقم 4 و3، عرفت كيف يا صديقي؟ يعني هذا المخطط بيتبع نفس الاستراتيجي بس في كمان اختلاف بالقوة الدفاعية، في اختلاف بالتسلا وبالمواقع تبعت الانفيرنا والاكسبو وهالشغلات، بس بالنتيجة يعني كل هاي المخططات بتحقق لك انت الشيء اللي بدك اياه يا صديقي، وهي المخططات كتير قوية. يعني حكيت لكم انا عن اول تصميمين بشكل ممتاز والبقية هيك اختصرت لكم شوي فيها. هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى كون عجبكم الفيديو، اذا عجبكم الفيديو حطونا لايك اشتركوا بالقناة، كمان لا تنسوا تفعل زر الجرس. كان معكم ياسين جيمر، مع السلامة.